انت شو عم تحكي يا ابراهيم؟ عندك اي دليل على هذا الشيء ولا هاد ملعوب؟ ملعوب؟ وين الملعوب؟ قد ما حاولتي تنكري يا هيام ليكو الدليل واقف قدامك. واخيرا يا سلطانة وقعتي، انا رح انصحك انه تفكري بكل شيء سويتي بحياتك، وادعي لربك انه يغفر لك بهذا الشهر الفضيل، بركي ترتاحي شوي وبقل خوفك اذا بدك، لانه ما في حل تاني. هاي المرة رح تروح لعن جلالة السلطان وتقول له انه سلطانة هيام بعتتني على منيسة لقتل الامير مصطفى وخلصة منه باسرع وقت. انتبه منيح على كلامك يا ابراهيم، ما في حدا بيقدر انه يوجه لي هيك اتهامات ما لها اساس من الصحة، وخاصة واحد مثلك انت، لا تكون مفكر انه مولاي لساته بيوثق فيك. رح يعرف انه حكيك مانو صحيح، ووقتها اكيد رح يقلعك من هون. انت عم تحفر قبرك بايدك، وهالشي لمصلحتي. رح تشوف. سمبول جول النار موجودة جوا، كيف قدروا يمسكوها؟ والله انا ما كنت بعرف انه مسكوها وجابوها لهون، مع اني قلت لها انه لازم تنتبه كتير لتصرفاتها مشان ما يشكوا فيها. اكيد بتكون اعترفت، نحن لازم نلاقي حل. يا ستار سلطانة، شو رح نعمل؟ رستم جابه لهون وهو المسؤول، لازم نخبره بالموضوع فورا، خليه يتصرف باسرع وقت، والا اكيد رح نروح فيها كلياتنا. لا تاكلي هم. مولاي رح يجي ياكل معنا؟ ايه طبعا، مولاي حابب يشاركنا السحور اليوم. سليم صحصح شوي. سلطانة، اخواتي الامراء، يسعد مساكم. مساء النور مريم، تفضلي عادي حبيبتي. كيفك أخي؟ شو أخبارك؟ منيح، كيفك أنت؟ شو صار مشان نورعان؟ قررتوا شي؟ هلأ مو وقت هذا الحكي. شو عم تحكوا يا أولاد؟ ولا شي. حضرة السلطان سليمان المعظم. الحمد لله يا مولاي، الوقف الخيري صار يشتغل، عملنا بيوت مشان نطعمي الفقرة، وحددنا الناس المحتاجين والأسر المحرومة لنوزع المساعدات، وما نسينا طبعاً الأرامل يلي ماتوا أزواجهم والعجزة يلي ما عندهم معيل. ممتاز، إذا بتحتاجي أي شيء بخصوص هذا الموضوع بتخبريني فوراً. مولاي السلطان، مولاتي السلطانة، إن شاء الله بينعاد عليكم هالشهر الكريم بالصحة والسلامة. شكراً سمبول ويعطيك العافية. خلص هيك بكفي، لازم هلأ أنام، تصبحوا على خير. مولاي شو صار سمبول؟ سلطانة ما لأول جل النار بأسره للباشا، الله أعلم وين بيكونوا مخبيينها.
شو صار معك يا سنبول؟ شو شفته لرستم آغا؟ سلطانة، أنا دورت عليه كتير بالقصر بس ما لقيته، ما حدا بيعرف وين ممكن يكون. وقت رحت لعنده مبارح وحكيت معه سألته كيف بده يتخلص من جولانار؟ سألته يا سلطانة بس هو رفض يقلي. جولانار ما لازم يشوف السلطان، خلصوني منه، عم تفهموا؟ تحت أمرك يا سلطانة. جلالة السلطان سليمان المعظم، سلطانة. سلطانة آمين. سنبل آغا، إلا لرستم السلطانة مبسوطة منك، وخبره أنه يروح فوراً عبيت أهله لجولانار خانم ويهتم فيهم ويأمن لهم كل شي بيحتاجوه لآخر عمرهم. مثل ما بتأمري يا سلطانة. رستم آغا، أنت خلصتني من مشكلة كتير كبيرة، ولو بعطيك الدنيا كلها ما بكافيك على اللي ساويته. أستغفر الله يا سلطانة، أنا عملت واجبي. هلأ خلصنا من هاي المشكلة، بس واضح إنه إبراهيم باشا ما رح يوقف. صحيح، بس نحن لازم نلاقي طريقة تانية حتى نوقفه عند حده. عندك شي طريقة يا رستم آغا؟ كل الناس يلي كانوا قريبين من الباشا بعدوا عنه بعد موت اسكندر شلبي وصاروا أعداءه. مزبوط، بس لساته هو اللي عم بيدير الدولة. هلأ حضرتك بتعرفي انه الباشا هو الشخص الاول عند السلطان، ولليوم لساته هيك. فأول شي لازم نعمله يا سلطانة انه نزغره بعين جلالة السلطان. رستم آغا، انا جربت هالشي عدة مرات بس كل مرة عم بيسامحوا السلطان وكأنه ما صار شي بنوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا رب تقبل منا صيامنا واجعلنا من عبادك الصالحين. تقبل الله. آمين. آمين. مولاي، هي الجارية قالت إنه السلطان هو يامر على الصح.
هو قال لي انه اتهم السلطان غياب، ووعدني انه رح تعفو عني. خديجة؟ عفوا مولاي السلطان. جاكي شي خبر من شهرزاد؟ قالت لك امتى جاي؟ كتبت لي انه رح تجي يا مولاي، بظن انه رح تكون هون خلال هالاسبوع. ممتاز. السلطانة شهرزاد رح تجي لهون؟ اي جاي. انبسطت بهالخبر، لكن رح اقلن من اليوم يبلشوا يجهزوا لجناح بالقصر. ماله لزوم هيام، رح استقبلها لشهرزاد بقصري. باشا، شو شاغل بالك لحتى صافن هالصفنة؟ والله بصراحة انتي عم تمشي خطوات سريعة وخطيرة يا سلطانة، لدرجة انه اليوم اللي رح توقعي فيه قرب. ما بتعرف شو بصير يا باشا، يعني بركي حضرتك يلي رح توقع قبلي. لسه لهلأ ما قدرت تلاقي حل؟ إذا مو اليوم بكرة رح يعرفوا بالموضوع. إذا أنت ما حكيتي ما رح يعرفوا شي. لو بدي قلن هالشي يا محمد كنت قلتلن من وقت طويل، بس ما رح ضل ساكتة، لازم تاخد قرار بسرعة. أصلاً أنا أخذ قراري. القرار بيرجع لك، إذا أنت بتوقف هالحرب أنا بوقف. معقولة عم تقترحي السلام يا سلطانة؟ خلينا نقول اتفاقية، لأنه هالحرب هي يا باشا ما إلا فايدة بنوب. أنا مستحيل صدق واحدة مثلي. سلطانة الله يخلينا هتطلع البهية وما يحرمنا منك. سنبول آغا شكرا. شو الموضوع؟ اجانا هلأ خبر انه السلطانة شهرزاد قربت توصل على القصر يا سلطانة. رح تجي لهون؟ ايه يا سلطانة، محتمل انه السلطانة بدها تشوف مولاي السلطان بالأول. فهمت، لكن روحوا جهزوا لها أوضة فورا. ولو، لا تاكلي هم يا سلطانة، أنا جهزت لها أوضتها فورا. ممتاز. سنبول آغا، كنت مفكرة السلطانة جاية لأنه عفيفة خانم طلبت أنه تجي لهون، بس طلعت السلطانة خديجة طالبتها، وعلى علمي أنه علاقتها هي وياها مو منيحة. إيه مزبوط يا سلطانة. وليش طلبت منها تجي؟ ليكون في من وراها شيء؟ يعني بالنهاية هي بتضل أختها، بعدين ما في هالمشكلة الكبيرة بيناتهم بنوب، هنن من لما كانوا صغار ما كانوا يتفقوا كتير مع بعضهم. طيب خبرني أكتر، شو بتعرف عنا للسلطانة شهرزاد؟ سلطانة أهلا وسهلا فيكي. شكرا هيام. أنت كيفك؟ أنا منيحة، إن شاء الله تكون صحتك منيحة يا سلطانة. والله تعبانة شوي، بتعرفي الطريق طويل كتير. سلطانة أهلا وسهلا فيكي، نورت القصر. عفيفة خانم، و
وقت اللي عرفت انك هون كتير انبسطت. كيف السلطانة أسمهان؟ ليش ما جبتيها معك؟ أسمهان منيحة، بس رح تيجي لهون هي وأبوها. الجو بارد هون، شو رأيكم نفوت لجوا يا سلطانة؟ ايه ليش لا؟ دستور حضرة السلطانة شهرزاد الموقرة. غرفتك جاهزة يا سلطانة، إذا بتحبي تفضلي استريحي فيها شوي. بالأول أنا حابة أشوف السلطان عفيفة خانم. بس مولاي هلأ مو بالقصر يا سلطانة، لأنه حضرته مفكر إنه بكرة حتوصلوا. عفيفة خانم لوين راح السلطان؟ طلع مع إبراهيم باشا يا سلطانة. معناته منروح على جناحي. عفيفة خانم روحي قولي لهم خليهم يجهزوا بسرعة الحمام للسلطانة، وبس تخلصوا خبروني لتروح السلطانة ترتاح. ما شاء الله صاير شاب قوي ومهضوم. شكراً يا سلطانة، جيتي لهون لحالك؟ لطفي باشا عنده شوية أعمال وبس يخلصهم رح يجوا لهون هو وبنتي أسمهان. جيهان كير يا روحي أنت، أوه ما شاء الله بتجنن. سلطانة مريم؟ مزبوط سلطانة. تعي قربي، ما شاء الله عليكي شو كبرانة، شو هالجمال كله يا مريم. الله يحميكي من عيون الناس يا روحي انتي. هيام بنتك صايرة صبية حلوة. الزمن عم يمر يا سلطانة وبسرعة. اي والله. كيفو جلالة السلطان؟ صحته منيحة ان شاء الله؟ نشكر الله منيح، الله يديم جلالته على طول فوق روسنا. امين امين. تفضلي تعال لعندي. مولاي تعالي ويام. ما بدي ازعجكم، برجع بعدين. تعالي فوتي. بيان امتى رح تجي يا خديجة؟ يعني خلال اسبوع يا مولاي. كتير حلو انه يكون عند الواحد اخوات، اخت لتحكي معها وتشكي لها يلي جواتك وتحن عليك وتشاركك كل همومك. يا ريت لو كان عندي اخت بهالحياة لتعيش معي همومي. انت جزء من السلالة ونحن مثل اخواتك. صحيح انا ما فيني شاركك بهمومك لاني بعيدة عنك، بس في عندك اختك خديجة. سلطانة هالشي بيشرفني، الله يعطيكم القوة والصحة. مولاي إذا بتسمح لي بدي روح على جناحي ارتاح شوي. ايه طبعاً روحي، انت أكيد بتكوني تعبانة من السفر. تصبحي على خير. تصبحي على خير هيام. وانت بخير مولاي.